حياكم الله إلى آخر فقراتنا لهذا المساء. ومع جامعة الشارقة، تزخر جامعة الشارقة بعدد كبير من مشاريع التخرج أو مشاريع تخرج طلبتها التي تعبر عن آمالهم وأحلامهم وكيفية تحقيقها على أرض الواقع. اليوم نستضيف أحد هذه المشاريع، وهو خاص بالحفاظ على البيئة من خلال تحويل المخلفات الغذائية إلى وقود حيوي. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا المشروع مع ضيفاتنا لهذا اليوم، آمنة خالد النقبي بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وأيضا بجامعة الشارقة، وأيضا فاطمة محمد المراشدة بكالوريوس أيضا في الهندسة الميكانيكية بجامعة الشارقة، وأخيرا إيمان إبراهيم آل علي بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أيضا بجامعة أو من جامعة الشارقة. حياكم الله جميعا. الله يحييك. مهندساتنا من جامعة الشارقة. إنزين، أول شيء طبعا مشاريع التخرج فيها تنافس وايد كبير، يعني كطلبة وطالبات وايد تتنافسون لما تحصلون فكرة أصلا المشروع اللي بينافس ما شاء الله مشاريع عدة، وخصوصا دائما في جامعة الشارقة في معرض أصلا لمشاريع التخرج، فهذا بحد ذاته يخلق نوع من التنافسية بينكم. فكرة منو كانت فكرة هالمشروع؟ هو بداية كل سنة لآخر سنة دراسية معانا الدكاترة يعرضون مجموعة من الأفكار على الطلبة أن يختارون منها، يعني توافق مع ميولهم، ونحن اخترنا في آخر سنة اللي هي سنة التخرج. أيوة. تطرح العديد من الأفكار يمكن من الأساتذة في الجامعة، صحيح؟ ونحن طبعا وقع اختيارنا على هذا، على فكرة مشروعنا اللي هي تحويل المخلفات الغذائية الموجودة في دولة الإمارات بكثرة إلى وقود حيوي، لأنها تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في أن تكون دولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة وتقليل من المخلفات الغذائية أو المخلفات بشكل عام. جميل. الآن مشروعكم هو تحويل المخلفات الغذائية إلى وقود حيوي. يمكن البعض يتساءل شو هو أصلا الوقود الحيوي؟ هو الوقود الحيوي عبارة عن تحويل الزيوت النباتية أو الحيوانية إلى وقود عن طريق إضافة الكحول، مثلا الميثانول، بطريقة عملية الهدرجة. أو بالنسبة للفرق بين الوقود الحيوي والوقود الأحفوري، يتميز الوقود الحيوي بأنه يحد من تلوث الهواء ولا بصمة كربونية أقل. الوقود الحيوي له مضار بمعنى أكثر، يمكن سهل المعلومة شوي. الوقود الحيوي له مضار أقل بكثير من الوقود الأحفوري. طبعا نحن نقصد بالوقود الأحفوري اللي هو البترول، يعني بالعامية أو بشكل عام. الآن طبعا يعني بديتوا تنفذون الفكرة، أنتوا عندكم الفكرة أساسا. خبروني كم وحدة أنتوا في المشروع؟ ثلاثة. أنتوا ثلاثة في المشروع. أبغى تعرفوني على دور كل واحدة منكم في المشروع. كل واحدة منكم شو سوت في المشروع؟ خبروني. أول شيء نبدأ منك آمنة، أبدأ وياك. نحن طبعا قبل لا نبدأ بالعمل قسمنا الأدوار بيننا، وكانت بيننا اجتماعات، ونحن مع اجتماعاتنا مع الدكتور خلال الفصل الأول. وطبعا كل وحدة حست عمرها أنه يعني تقدر تنفذ هذه المهمة كانت تاخذها، والحمد لله يعني كنا نحاول أن ننجز المهام بوقتها. حلو. أنت شو كانت مهمتك آمنة؟ هو تقريبا أغلب مهمتي كانت أني أجمع المواد. هذا في الفصل الأول. في الفصل الثاني بدينا نشتغل مع بعض أن نخرج الزيت، لأنه يحتاج لجهد أكبر، وحتى تحويل الوقود الحيوي مع بعض لأنه يحتاج جهد يعني. إيمان، أنت شو كانت مهمتك في المرحلة الأولى على الأقل؟ المرحلة الأولى معظم في المرحلة الأولى كنا نسوي كل شيء مع بعض، لأن ما كان عندي شيء يخصني أنا ماسكتنا كله. أما في المرحلة الثانية لما استخرجنا الوقود الحيوي، أنا مهمتي كانت أني أطلع خواص هذا الوقود الحيوي، خواص الكيميائية، ونقارن، لأن هالخواص رح تساعدنا بعدين نقارن بخواص الديزل الوقود الأحفوري العادي، وعشان نفسر لما بنختبر الوقود الحيوي على المحرك هن خصائص بتساعدنا عشان نفسر هالنتائج اللي بنحصلها. حلو. فكان شغلت في المعمل، خلنا نقول، او في اللاب اكثر. تقريبا من الشغل الميداني او الخارجي. او المهام الخارجيه. بالنسبه لك فاطمه؟ بالنسبه لي تقريبا كان شغلي بعد في المختبر نفسه، بس كنت اعمل اكثر على تحويل اللي هي المواد الحيويه هذه، المخلفات. ايوه، المخلفات الى زيوت.
كنت أعمل على جهاز واحد طبعا مساعد. مخلفات غذائية، مخلفات غذائية ما بيفهم الصراحة، يعني أنا شخصيا ما فهمت شو هي المخلفات الغذائية اللي أنتوا استخدمتوها، هل في أنواع معينة ركزتوا عليها أن أنتوا تحاولون تجمعونها أكثر من غيرها؟ شو هي المخلفات الغذائية اللي جمعتوها خبروني؟ مثل شو؟ نحن اعتمدنا على 3 مخلفات غذائية أساسية. اخترنا الشحم الحيواني، ونواة التمر. هذا يمكن أسهل تستخرجوه منه زيت عشان هو شي؟ كان أسهل واحد، بس كان في مشكلة الرائحة. يعني كنا يوم نتعامل معه الرائحة كانت تأذينا شوي، بس يعني الحمد لله. وايد أتوقع. هواية. ويانا شهور. الشحم الحيواني وال. نواة التمر. نواة التمر. ومخلفات القهوة. القهوة اللي تستخدم في المقاهي بعد ما يسووا لك الإكسبرسو اللي يفرونها، هذا كنا نحن ناخذه ونستخلص منه الزيت اللي هو يعني خلينا نقول هو القهوة، حثل بالعامية حتى القهوة يعني تستخدمونه، بس هو في الأساس قهوة يعني لكن مستخدمة. زين ليش هالمواد الثلاث؟ تعرفون ليش هالمواد الثلاث؟ يعني تقدرون تعطونا تفسير؟ هي لأن نحن قبل ما نختار هالثلاث مواد في المرحلة الأولى سوينا بحث، شفنا شو هي أكثر مواد موجودة في الدولة، ركزنا على دولة الإمارات. طبعاً نحن النخيل عندنا بكثرة من دون ما نقول ما شاء الله في دول الخليج، طبعاً دولة الإمارات تهتم بالزراعة وبالنخيل، فيعني نواة التمر حسينا إن فكرة جديدة، خصوصاً دولة الإمارات دولة يمكن أن تعتمد على نواة التمر كمصدر للوقود الحيوي في المستقبل. وزيت الشحم الحيواني لاحظنا من دراسات سابقة أن الفرد في الإمارات، الفرد الواحد يستهلك حوالي تقريبا بمعدل 70 جرام كيلو جرام من الشحم. أوف. من هاي والله طبعا دراسة قديمة يعني الحين طبعا أكثر، وهذا سنويا. طبعا الشحم يكون مع اللحم، يكون مع الشحم، والشحم طبعا ما حد يستعمله ما حد يستهلكه، فيعتبر من المخلفات الشاسعة في الدولة. وقهوة فكرنا ان نحن ما شاء الله في كل ركن في مقهى، عندنا مقهى طبعا بالضبط، فيعني بدون ذكر اسامي لكن لا ما شاء الله بكثره، ما شاء الله كل مدينه بالذات الشارجه يعني عندنا صار في فعلا في كل ركن في مقهى، فمخلفات المقاهي بتكون بالفعل يعني بكثره، هي وايد بتكون. الان جمعتوا المخلفات، هالجمع اعتقد امل استغرق منكم فتره معينه حتى تقدرون تستخدمونها وتحولون الوقود، صحيح؟ فالمرحله شو تسوون في المخلفات هاي؟ بس تخزنونها؟ لا طبعا المخلفات كنا نحتاج في منها ان نجففها ونطحنها، واللي هم نواة التمر. شو اللي طحنتوا؟ نواة التمر طبعا. بالذكر نواة التمر يعني كانت عملية الطحن وايد صعبة، لأن نواة التمر قاسية جدا يعني، فكنا نحتاج قبل لا نطحنها أن نجففها، ولازم نجففها بدرجات حرارة عالية، أو أن مو بدرجات حرارة عالية يعني بحدود 60 سيليسيوس، وقبل هذا جففناها تحت أشعة الشمس. استخدمتوا أجهزة لتجفيفها ولا حطيتوها ما شاء الله في الشمس؟ أنه يعني في البداية حطيناها ما شاء الله هي الشمس ما شاء الله قوية وساعدتنا وايد يعني. في البداية جففناها بالشمس تقريبا 4 أيام، عقبها استخدمنا الميكرويف العادي كان موجود في مختبرات الجامعة طبعا. جميل، يعني تم تجفيفها في الميكرويف. وبالنسبة للشحوم الحيوانية بس خزنتوها؟ ها أسهل شيء كان طبعا، لأنه شحم بس نذوبة فحد يعني درجات حرارة عادي اللي في البيت تستعملينه في الطبخ نفسه يعني، كنا نستعمل هذا عشان نذوبه. كم الفترة اللي خزنتوا فيها المواد، أو يعني قبل تبدون تنفذونها أو تستخدمون أو تحولونها الوقود؟ طبعا نواة التمر والقهوة بعد ما جففناها استخدمناها على طول عملية استخراج الزيت. أما بخصوص ما بالنسبة للشحم فاضطرينا أن نخزنه في المرحلة الأولى أكثر شيء، لأن هو أسهل واحد، ونواة التمر والقهوة خذ منا وقت أكثر عشان نستخرج منه الزيت، فكنا نبغى نستخرجهم أول شيء بعدين نشتغل على الشحم. زي عملية استخراج الزيت فاطمة، هاي المرحلة أعتقد هي من أصعب المراحل واحتاجت منكم مجهود كبير، في هاي المرحلة أساساً كيف اشتغلتوا؟ شو استخدمتوا بالضبط عشان يتم استخراج الزيت؟ يمكن الشحم الحيواني هو اسهل شيء استخرجته من الزيت، لكن نواة التمر والمخلفات القهوة وايد صعب الموضوع، فكيف اشتغلتوا في هاي المرحله؟
طبعا بالنسبة لنواة التمر مع اللي هي مخلفات القهوة استخدمنا جهاز خاص موجود في لابات الجامعة. كان عن طريق محاليل نضيفها على مساحيق هذه المواد، وعن طريقها يتم استخراج الزيت هذا. طبعا كان تنتج يعني كميات قليلة مقارنة بالمسحوق الموجود عندنا. يعني تستخدمون كمية كبيرة والمسحوق آخر شيء يطلع لكم شوية زيت، صحيح؟ صحيح. كان السبب في هذا لأن الجهاز شوية قديم، وعسبتي يعني أن الكميات كانت تطلع لنا قليلة أقصد. لو أن استخدمنا مثلا طرق ثانية أو أجهزة جديدة كانت تطلع كميات أكبر. لكن الحمد لله يعني طلع وياكم. الحمد لله نجحتوا أن أنت تستخرجون على الأقل هذا الزيت. الحين الزيت اللي استخرجته على طول هو هذا الوقود الحيوي؟ لا. ولا يمر بمراحل معالجة بعد؟ لا في مراحل؟ يمر بمراحل معالجة في البداية. في البداية لازم نتأكد ان احنا تخلصنا من كل المحاليل الكيميائية اللي خلطناها في الجهاز معاه. طبعا يعني بس نحطه على هيتر وخلاص يتبخر المحلول الكيميائي. أي محلول كيميائي ممكن يتبخر؟ هي لأن درجة حرارة الزيت تكون عالية شوي، أما درجة حرارة يعني تبخر المحاليل تكون شوي أعلى. بعدين بعد تتأكدون أن المحاليل هاي تبخرت، هي صحيح؟ هي يعني في عمليات طويلة. هي بعد هذا يعني تكون في عملية اسمها عملية الهدرجة، نخلط الزيت المتكون معانا مع اللي هو الميثانول مع نوع من أنواع اللي هو الحفازات. انزين محفزات، خلينا نقول محفزات. طبعا في النهايه يطلع لنا اللي هو البيوديزل الموجود هنا اللي هو الوقود الحيوي، ديزل حيوي. انا عندي هنا صدق 3 غراش ولا تكلمنا عنهم. خبروني هذا الغرشه الكبيره او اكبر جره موجوده عندنا هنا، هذه عباره عن ديزل؟ هذه هي الوقود الحيوي من الشحم الحيواني. هذا الوقود الحيوي من شحم حيواني فقط؟ ايوه. طبعا هذا كله هو يعني نتائج عملية اللي هي تحويل الديزل، كل هذه حصلنا عليها بعد عملية تحويل الديزل. هذا في البداية عندنا اللي هو الديزل الحيوي. بالنسبة لهذا هذا متبقي زيت من الشحم الحيواني. أما هذا هو عندي اللي هو الجلسرين. جلسرين يستخدم في صناعة الصابون، يعني كل الأشياء اللي طلعناها نقدر نستخدمها مرة ثانية. يعني في إعادة تدوير، خلنا نقول استخدامات أخرى ممكن نستخدم، او مشتقات مثل ما الوقود الاحفوري اصلا لا مشتقات يعني لا تعد ولا تحصى مع السنوات طبعا تم اكتشافها وتم استخدامها. ايضا الوقود الحيوي في مشتقات لا، وكذلك ايضا يعني استخدامات عديده لا تعد ولا تحصى. شو الاستخدامات اللي بعد فكرتوا فيها ممكن نحن نستخدمها او ممكن نحن نسويها من الوقود اللي انتم استخرجتوا؟ ما فكرتوا شيء اشياء غير الجلسرين مثلا انه يدخل في وايد صناعات مثل ما قالت فاطمه، يعني يدخل في الصابون، يدخل في الكريمات، يدخل في صناعات يعني تجميليه او طبيه. في اشياء ثانيه بعد ونحن جاتنا فكره جديده ان نستخرج الوقود الحيوي من عده مصادر، وهالوقود الحيوي اللي ننتجه ندمجهم ويا بعض نخلطهم ونشوف فعاليه هذا الوقود الحيوي الجديد على محرك الديزل كيف بيكون. طبعا احنا ما وصلنا لهذا النقطة، بس يعني هي فكرة حلوة ان نشوف كيف شو بيكون النتيجة منها وراء هذا الدمج. يعني انتم تدمجون اكثر من نوع من الوقود؟ هي ما سوينا هذا، بس يعني it's a future في المستقبل ان شاء الله يا رب. هاي فكرة يعني موجودة ومطروحة، لكن ان شاء الله في المستقبل ممكن انها تتنفذ، ليش لا؟ ان شاء الله. كذلك ايضا اعتقد ان جامعة الشارقة يعني قدمت دعم كبير او تقدم دعم كبير الحقيقة لكل مشاريع التخرج اللي يقدمونها الطلبة واللي يشتغلون عليها الطلبة. نحن بنتكلم عن هذا الدعم اللي قدمته الجامعة، بنتكلم عن المعرض كذلك اللي شاركتوا فيه وشفنا يمكن في الصور، لكن بنتوقف مع فاصل قصير مشاهدينا وبعدها نستكمل حوارنا. حياكم الله مشاهدينا، حياكم الله يا بنات مرة أخرى. نتكلم طبعا عن أنا كنت سألت يمكن قبل الفاصل عن دعم جامعة الشارقة الحقيقة
لكل الكليات التابعة لها الكل الطلبة خصوصا في مشاريع التخرج. شو الدعم اللي قدمته الجامعة لكم في هالمشروع؟ طبعاً. طبعا الجامعة توفر ميزانية لكل مجموعة من الطلبة يعني لكل فكرة مشروع. هالميزانية يعني الحمد لله كفتنا وقدرنا فيها أن نكمل مشروعنا للنهاية. ومن غيرها أن طبعا الأجهزة المتوفرة في الجامعة والحمد لله يعني كانت الجامعة جدا متعاونة أن أي جهاز أو أي أداة ناقصة يوفرونها لنا. ومن غير يعني ما ننسى فضل الدكتور علينا أنه كان يوفر لنا بعد هو بنفسه بعض الأدوات اللي كنا نحتاجها. المشروع كذلك أيضا عرضته في المعرض معرض مشاريع التخرج، ويمكن شاهدنا في اللقطات صاحب السمو حاكم الشارقة يتفقد المشاريع من ضمنها كذلك أيضا مشروعكم. حسيت بوقتها بالفخر الاعتزاز أن صاحب السمو حاكم الشارقة وقف أعطى أهمية. طبعا نحن نعرف أن الله يطول بعمره يوقف عند كل مشروع، يعطي كل مشروع حقه، في تشجيع للطلبة كذلك أيضا على مشاريعهم. أنتوا كيف كان هذا الموقف بالنسبة لكم أو خلال هذا المعرض؟ طبعا في نهاية في آخر أسبوع من الفصل الماضي يعني شاركنا في ملتقى البحث العلمي السنوي اللي هو الثاني عشر، كان مقام في الجامعة جامعة الشارجة. تشرفنا صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي، ويعني تحدثنا معه حديث يعني الحمد لله كان محفز جدا. يعني تقريبا ناقشنا معه الموضوع كامل واعطانا حتى افكار جديده يعني الحمد لله، وما شاء الله يعني عليه حتى بين له يعني انه حتى هو ما شاء الله عليه عارف انواع الزيوت، فيقول ان حتى هذا ندرسنا يعني الحمد لله. جميل جدا الانسان يعني يشوف يعني مجهوده ما يضيع هباء منثورا ربما، او كذلك ايضا يلقى تشجيع من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. اعتقد هذا يعني بحد ذاته اكبر داعم لكل طالب، لكل طالبه يتعب طوال العام كامل انه يشتغل على مشروع من بدايه السنه لين اخر السنه. صحيح انتم تشتغلون يعني على هذا المشروع. ابغى اتكلم عن نقطه مهمه ثانيه، هذا المشروع الآن طبعا يعني في مشاريع وايد الحقيقة تطلع في آخر سنة في الجامعة أو في سنة التخرج، وبعدين الطالب نفسه يوم يتخرج يهملها وما في جهة تتبنى هذا المشروع. إمكانية تطبيق هذا المشروع بالنسبة لكم أنتوا، هل بالفعل ممكن وسهل أنه يطبق هذا المشروع، يتنفذ هذا المشروع الوقود الحيوي وبالفعل يتم استخدامه؟ هل بالفعل لو في جهة تبنتكم وتبنت هذا المشروع عندكم إمكانية أن أنتم تنفذون؟ إيمان؟ هي طبعا عندنا إمكانية كبيرة، أصلا في شركة لوتا للوقود الحيوي في دبي تتمركز، وهم ينتجون الوقود الحيوي من زيوت الطبخ المستخدمة اللي توجد في المطاعم. فهم يتعاونون مع المطاعم يأخذون هالزيوت يدمجونها وينتجون من الوقود الحيوي. هالوقود الحيوي طبعا بعد ما يستوي صالح للاستخدام يستخدمونه في الحافلات والباصات. حتى أن RTA هيئة المواصلات في دبي، الشرطة والبلدية، كلهم هذيلا هم عدة شركات اللي أصلاً يتعاونون مع لوتا في استخدام الوقود الحيوي. جميل. كنسبة ضئيلة يدمجونها مع الوقود الأحفوري الديزل ويستخدمونه في السيارات. جميل جداً. نعم. فهذا المشروع أساساً مطبق في الدولة. مطبق في الدولة. وبس إنهم مركزين على مصدر ثاني اللي هو زيت الزيوت فقط. أنتوا يمكن ركزتوا على أشياء ثانية مو بزيوت الطبخ. أنتوا في مواد يعني جديدة طلعت من عندكم استخدمتوها، ومثل مثلا نواة التمر هاي موجودة بكثرة، مخلفات القهوة، وانتوا اساسا قلتوا في البداية يعني قلتوا احنا يعني ركزنا على هالمواد لان هي اساسا موجودة بكثرة في الدولة، وبالفعل مخلفاتها وايد خصوصا القهوة يا جماعة. فيعني اعتقد كذلك لو تم تبنيها وتبني هذا المشروع سهل، تعتقدون لو في كان في أجهزة حديثة، أنت آمنة ذكرتي لو كان في جهاز حديث بيكون وايد سهل أن نستخرج الوقود أو نحول هذه المخلفات إلى وقود، صحيح؟ طبعا هو بس الفكرة أن
كانت الصعوبة عندنا استخراج الزيت من المواد. فإذا هذا أكثر شيء صعب كان بالنسبة لكم، وهذا ممكن يكون أصلاً بحث ثاني إنه يعني ندور على طرق ثانية نستخرج فيها الزيت من هذه المواد. عشو يعتمد هالشيء على الأجهزة يمكن؟ هي على الأجهزة نفسها. يعني في أجهزة كيميائية وفي أجهزة ميكانيكية، يعني نطلع منها الزيت. شو الميكانيكية؟ الميكانيكية للكميات الكبيرة طبعاً، أما الكيميائية للكميات الصغيرة. وبالنسبة لنا شو اسمه القهوة، ونحن خلال الفصل الأول لما كنا نشتغل عليها سمعنا خبر حلو من بريطانيا إن بدأوا بالفعل يستخدمون القهوة في إن يستخدمونها كوقود حيوي بنسبة ضئيلة في باصاتهم. فيعني هذا كان بالنسبة لنا دافع إن يعني نحن كنا مفكرين في الفكرة وهي طبقت في دولة ثانية، فليش ما تطبق عندنا في البلاد إن شاء الله في المستقبل يعني. ريحة القهوة تم في ما تحولونها لزيت يعني على بالي السؤال. لا ريحة القهوة تم وريحة الشحم ريحة القهوة ريحة جميلة ومميزة، ما أعتقد أنه ما في حد ما يحب ريحة القهوة. التم يعني في الزيت أحسن من البترول، شفتوا كيف أحسن من ريحة البترول بوايد. في نهاية هذا اللقاء خبروني كل واحدة منكم شو اللي تجهز له إن شاء الله. طبعا أنتم خلاص تخرجتوا، خريجات حديثات ما شاء الله، مهندسات، كل واحدة منكم إن شاء الله شو طموحها في المستقبل، شو اللي تتمنى أن هي تنفذه؟ لا تقولوا لي وظيفة بس، لا يعني ما شاء الله عندكم وايد أفكار ممكن أنها تطبق وتتنفذ وفي مشاريع حيوية كذلك أيضا تخدم الدولة. فاطمة ببدأ وياك. طبعا خطتي إن شاء الله المستقبلية للفترة هذه يعني بداية يعني إني أدور لي أفكار جديدة ممكن يعني أبدأ من خلالها مثلا أي مشروع شو ما كان المشروع، يعني سواء يخص الهندسة أو أي مشروع ثاني يعني. ثانيا يعني إني أنا أنمي من قدراتي، يعني أكتسب خبرات زيادة حتى لو مثلا كان مجرد تدريب في أماكن، يعني أن أزيد من خبراتي يعني في مجال الهندسة زيادة ان شاء الله يا رب، او اكمل دراسه بنفس الوقت او تكملي الدراسه ليش لا. ان شاء الله ان شاء الله. فاطمه ايمان يعني انا بكون حابه اني مثلا اكمل على مشروع التخرج اذا اني حتبنى الفكره، وطبعا اشتغل مع زميلاتي واني اكمل دراسه. طبعا في حد من الطلبه اللي قبلكم مثلا او الطالبات اللي تخرجوا قبل في حد شفتوه نفذ مشروع برا؟ في حد مثلا في جهات بنت بعض المشاريع؟ وفي مشاريع حصلت على براءة اختراع ما شاء الله من الأقسام، فهالشيء يعني ما شاء الله وإن شاء الله يكملون عليه يعني نتمنى لهم. شيء يعتبر مشجع ومحفز طبعا. بالنسبة لك آمنة، أنت شو اللي تتمنينه مستقبلا أنه يتحقق إن شاء الله بعد التخرج، سواء كان بالنسبة لهالمشروع سواء كان بالنسبة كذلك أيضا المشاريع أخرى تخططين لها؟ إن شاء الله يعني الحين المشروع اللي قاعدة أشتغل عليه أن أكمل دراستي، إذا عندي أحس أنه إن شاء الله عندي طاقة وهذا أبذل مجهود، ويمكن هالشيء يساعدني في أني أبدع في أفكار جديدة تنفع الدولة إن شاء الله، يعني أتعمق في مجال تخصصي أكثر إن شاء الله. طبعا أعتقد الهندسة الميكانيكية هي مجال جدا واسع، مجال جدا جميل، وأنا سعيدة جدا أنا أشوف اليوم البنات بنات البلاد يدخلون هذا المجال ينافسون يمكن الشباب في مجال الهندسة الميكانيكية. قبل سنوات يمكن كان حكر على الشباب، كانوا أكثر يقبلون على هذا المجال. اليوم لا، حلو أن نشوف البنت تدخل هذا المجال اللي جدا جدا واسع، الهندسة الميكانيكية، واللي يعتبر يمكن شوية فيه صعوبة حتى يمكن الوظائف اللي تقبل عليها المهندسة الميكانيكية بعد شوية تكون فيها صعوبة، لكن فيها تحدي وانتم إن شاء الله قد التحدي. إن شاء الله. أنا كنت سعيدة جدا بوجودكم بالتأكيد، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في الحياة المستقبلية، إن كنتوا ناويين تكملون دراسة أو حتى تنفذون مشاريع، كل الشكر لكم فاطمة وإيمان وآمنة، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الأمسية للقاء.